موجز إخباري رياضي من قناة بيرتيفي، أهلا بكم. تفوق منتخب كولومبيا على نظيره اليوناني بنتيجة 3-0 أمضاها كل من بابلو أرميرو، ثيوفيلو غومبيريز وجيمس رودريغز في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة للمونديال. في المجموعة الرابعة خسرت الأوروغواي 3-0 أمام كوستاريكا، حيث أمضى إيدينسون كافاني هدف أوروغواي الوحيد من ركلة جزاء، فيما جاءت أهداف كوستاريكا 3 في الشوط الثاني. لحسابه ذاتي المجموعة حسمت إيطاليا موقعة ملعب أرينا دي أمازونيا بهدفين لهدف عبر كلاوديو ماركيزيو في دقيقة 35 قبل أن يعدل دانييل ستوريج النتيجة، فيما أضاف ماريو بالوتيلي هدف الفوز لإيطاليا في دقيقة 50. في المجموعة الثالثة تفوقت ساحل العاج على الكمبيوتر اليوناني بهدفين لهدف، حيث كان السبق لليابان في افتتاح باب التسجيل عبر هوندا، فيما انتظرت كوت ديفوار إلى غاية الشوط الثاني لإمضاء الهدفين عبر ويلفريد وجيرفينيو. في برنامجي اليوم يحتضن ملعب ماني غارينشا افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بلقاء سويسرا أمام الإكوادور تحت أنظار الحكم رافستان إرمانوف الأوزباكي. تواجه فرنسا اليوم منتخب هندوراس على أرض ملعب بيراريو بداية من الساعة 8 مساء بهدف محو أثار نكسة 2010 واسترجاع الثقة. ويدخل منتخب الأرجنتين المنافسة الرسمية اليوم في افتتاح لقاءات المجموعة السادسة بمواجهة أمام منتخب البوسنة والهرسك بملعب ماراكانا في لقاء يبدو سهلا على الورق لرفقاء ليونيل ميسي.